بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، هذه المحاضرة ستكون محاضرة تطبيقية أكثر منها نظرية، زي ما مرينا المرة اللي فاتت على تفاصيل تتعلق بالأنتي فريكشن بيرنز، واتفقنا أن أنت عندك فيديوهات وكتالوجات للإطلاع. النهاردة بندخل في عملية التطبيق فيما يتعلق How can I select the anti-friction bearing for a specific application؟ إزاي إن أنا هقدر إن أنا أختار البلية المناسبة للتطبيق المناسب؟ يعني عندي عمود دوران، هذا العمود عنده support two supports A و B، كل support عليه مجموعة من الأحمال، بيدور هذا العمود بسرعة دورانية معلومة. عايز أختار بلية عند A وبلية عند B تكون مناسبة للاعتبارات التي تفرضها التطبيق أو يفرضها التطبيق. إزاي؟ أنا عايز أعمل مينتننس للجير بوكس كل 5 سنوات، هو بيشتغل فول تايم 365 يوم في السنة، يبقى أنا محتاج أختار بيليا على A وبيليا على B بدلالة الأحمال اللي عليهم والسرعة الدورانية اللي على العمود تحقق لي على الأقل كام؟ 5 سنوات. ده هو السيناريو اللي احنا داخلين بنحاول نعمله. تعال بينا ندخل مباشرة على العلاقة الحاكمة لهذا الموضوع. هذه العلاقة اللي قدامك اللي هي بتربط ما بين السعة التي تتحملها البلية سابقة التصميم المعرفة في الكتالوج بدلالة قطر العمود. تاني الجملة دي، الطرف اليسار بيعرفني على الريتنج لود، الكاباسيتي ريتنج لود of the rolling bearing of the anti-friction bearing. البلية دي تقدر تشيل قد ايه وبقطر معلوم؟ لكل قطر أمامه بلية بقيمة سيتين، طبعا تبعا لأنواع البلية الكتير اللي احنا تعرفنا عليه. احنا لقينا في البول بيرينج أنواع كثيرة جدا، وفي الرولينج بيرينج الرولر بيرينج سوري للرولر بيرينج اللي هو سلندريكال أو تيبر أيضا أنواع متعددة. يبقى السيتين ده اللي هو ايه؟ التابيوليتد ريتنج لود بكيلو نيوتن، وده له جدولين واحنا مضطرين نلتزم فقط بالجدولين دول، رغم ان انا عرفتك على البلاك بورد ان هناك كتالوجات ضخمه جدا لشركات اخرى للاس كي اف والتمكن وشركات اخرى كثيره. طيب تعال بينا نشوف الطرف الايمن. الطرف الايمن بيقول لك انه يبدا بالاف دي، حيث ان الاف دي هو الديزايند ابلايد لود، يعني السبورت ده عليه احمال. هذه الأحمال أنت على علم بها، علم تفصيل أنت اللي جايبها، زي ما احنا جبنا الرياكشن كده واحنا بنعمل الديزاين بتاع الشافت، احنا اللي جبنا الرياكشنز. هنشوف الاف دي علاقتها ايه بالرياكشنز اللي احنا جبناها، وخاصة ان احنا جبنا تو رياكشنز، واحد في مستوى زد اكس واحد في مستوى زد واي. اما الاف دي اي منهما هنعرف دلوقتي ازاي نجيب في الأمثلة اللي هنحلها مع بعض. يبقى انا عندي الاف دي ده بالكيلو نيوتن ايضا. الـ AF ده عبارة عن applied factor، هناخده بواحد واثنين من عشرة، ده عامل زي design factor كده. ده مجرد ان هو هذا الـ applied factor بيديني نوع من انواع الطمأنينة لان البلية ستكون مناسبة للتطبيق. انا عندي قيمة الـ F دي مثلا 2 كيلو نيوتن، فانا بقول لا، انا خليني اعتبرها 1.2 ضرب 2 كيلو نيوتن، يعني بدل 2 تبقى 2.4، بدل 3 تبقى 3.6، وهكذا. الزياده دي علشان ابقى في السيف سايد، زي ما اتفقنا ان الانجينير دايما بيفكر كونسرفاتيف، دايما بيفكر كونسرفاتيف، يبقى الايه. فعشان كده يا جماعه في الديزاين اوف ذا شافت، الشرح اللي انا شرحته لك زي ما قلت لك كان للليفل بتاع ديزاين بارت 1. في ديزاين بارت 2
كنت لما باجي اعمل construction of the shaft كنت بضرب في 1.2 بعد ما اجيب الدي ستاندرد اللي هي كانت في الموديل انسر اللي انا عامله كانت 50. لا ما باخدهاش 50، بضربها في 1.2 كمان. ليه؟ علشان ابقى في السيف سايد بتاع السليكشن اوف ذا انتي فريكشن بيل، علشان الاقي بيليا في الكتالوج الليميتد اللي معايا تشيل الاحمال وتعيش في العمر اللي انا بقترحه. ما علينا، خلينا دلوقتي في السليكشن اوف بيرنج على المستوى المباشر. يبقى عرفنا اف دي، ان شاء الله هنعرف بالتفصيل من بين اثنين، الاي اف 1.2. هذا المقام بالكامل عباره عن ابروتش احصائي من الثري بارامتر، ثري بارامتر ويبل فانكشن. It is a statistical approach، لان اصل المعادله دي جايه من المعمل empirical formula. الار دي مهمه جدا، دي المتغير الوحيد في المقام. الار دي هي التي تعبر عن الريلايابيليتي، ان شاء الله دي هنثبتها لينا كلنا 0.99. هتلاحظ ان الامبيريكال فورمولا دي اتعملت لريلايابيليتي اكبر من او تساوي 90%. وانا قبل كده شرحت لكم الريلايابيليتي وقلت لكم ان انا لما اخش المعمل واعمل 100 عينه 90 منهم يحققوا لي المستهدف بتاعي و10 لا، يبقى ده اسمه ريلايابيلتي 90%. لما 99% حققوا لي المستهدف وواحده فيل اسميه ريلايابيلتي 99% واعوض عن الار دي 0.99. المقام ده كله ثابت زي ما هنعرف في السلايد القادمه. طب تعالى بينا نكمل. يبقى انا عندي دلوقتي الار دي ريلايابيلتي هنتفق ان احنا ناخدها 0.99، الاكس نوت ده كونستانت 0.02، الثيتا ماينس اكس نوت 4.439، البي اللي هي موجوده هنا في الاس بتاع هذا القوس ايضا قيمتها محدده 1.483. كل دي قيم احصائيه تم الاتفاق عليها. يبقى البسط، قيمه البسط اللي هي اكس دي هي عبارة عن L على L10. ما هي L وما هي L10؟ قال لك L10 ده هو العمر الذي تم دراسة الشركة للبيليا التي ستدرجه في الكتالوج على أساسه واعتباره. هذا L10 عبارة عن العمر بالساعات مضروبا في السرعة الدورانية للبيليا في 60، لأن السرعة الدورانية بريفوليوشن بير مينيت، هو عايز يظبط الوحدات. فلكل شركة ال 10 عملت عليه الاختبارات بتاعتها، الاس كي اف ال 10 بتاعتها ب 10 أس 6. التمكن الاس ال 10 بتاعتها ب 90 في 10 أس 6. معظم تطبيقاتنا ستكون على الاس كي اف، هنلتزم بأن القانون بتاعنا يخدم على الاس كي اف. يبقى أنا عندي الباست أصبح ال، وال10 اس 6 هتنزل في المقام مع الكونستانتس الكتيره ديت، وبالتعويض عن ار دي 0.99 وعن البي بقيمتها اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي موجوده هنا ب 1.483، والسيتا ماينس اكس نوت ب 4.439. الكلام ده كله هيوصلني لسمبليفايد امبيريكال فورمولا بالشكل ده. يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ان انا اعرف ان سي 10 ده عباره عن التابيوليتد ريتنج لود بالكيلو نيوتن اوف ذا انتي فريكشن بيرنج، والاف دي ده عباره عن ديزايند رياكشن ات ذا سبورت او ديزاين لود فور ذا انتي فريكشن بيرنج، والال دي عباره عن ال دي بالساعات في ان دي اللي هي السرعه، يبقى ده العمر بالساعات بتاع البليه بقى عند التطبيق في الان دي اللي هو سرعتها الدورانيه ضرب 60 على هذا الرقم اللي احنا عملناه بناء على الحسبه السابقه للثوابت. قال ايه؟ اذا كنت هحسب للبول بيرنج هتبقى الاي بثلاثه، اذا كنت احسب للرولر بيرنج اللي هو سلندريكال او تيبر هتبقى الاي ب 10 على 3. تعال بينا نروح ناخد
مسألة تطبيقية، بس خلينا نقول ايه هو المتوقع في شكل المسائل اللي تجيلي. المتوقع في شكل المسائل اللي تجيلك ما يلي: اما ان يقول لك عندك عمود عليه بليتين A و B، الاف دي بتاع A معلوم والاف دي بتاع B معلوم، القطر عند كل بليه معلوم. يبقى اذا علمت الاقطار عند البليه ده معناه ان انا اقدر اروح للكتالوج واجيب السي 10 من الكتالوج، ولكن السي 10 اللي هجيبها من الكتالوج هتبقى مختلفة تبعا مش للديامتر، الديامتر قدامه خط ثابت، هتبقى مختلفة تبعا لإيه؟ تبعا لنوع البلية اللي أنا بختارها. لو اخترت بلية بول هيبقى قدامها سي 10 بقيمة تختلف عن لو كانت سلندريكال. وطبعا البول منه أنواع متعددة، يبقى لو كان مثلا نوع اسمه ديب جروف، احنا اتفقنا ان احنا نحفظ نوعين في المحاضرة الماضية، لو كان ديب جروف هيبقى قدامه قيمة للسي 10 قدام الديامتر وليكن 50، يبقى لو الفاي 50 الديامتر 50 هروح قدام الفاي 50 الاقي عندي قيمتين للسي 10، قيمه للديب جروف وقيمه للانجولار كونتاكت، نوعين انواع البول ايه بيري. طيب السيناريو اللي انت هتسالني فيه يبقى هتقول لي ايه؟ تقول لي والله انا عايز البليه ايه والبليه بي يكون عمرهم زي بعض، فخش براحتك بقى على الجداول وطلع لي بليتين مناسبتين بحيث أن يكون العمر بتاع A و B أقرب ما يكون كل إلى الآخر. ماشي، أدي سيناريو. السيناريو الثاني يقول لك أنا عايز عمر البلية A وعمر البلية B لا يقل عن 3 سنوات، لا يقل عن 5 سنوات، لا يقل عن 10 سنوات. يبقى في هذه الحالة ده سيناريو آخر. تعال نبص على المسألة الأولانية اللي أنا حطيتها لك في شكل دريل، هينزل لك على البلاك بورد مع هذه المحاضرة لكل طالب على حدة في مسألة مشابهة. هنحل المسألة دي مع بعضينا. المسألة دي بيقول لك إيه؟ بيقول لك it is required، متطلب to select، تختار suitable مناسب SKF. SKF هنا اداني انطباع ان المعادلة السيمبليفايد بتاعتي اللي استخدمت فيها L10^10 accepted دلوقتي. Rolling bearings، يبقى أنا عايز أختار rolling bearings، ما قاليش بول ولا رولر، أنا فتح لي الموال خالص. To support a rotating shaft، عشان أثبت عمود دوران، 50 مليمتر عند نقطة A عند السبورت A و55 عند السبورت B، وبيلف ب 1200 لفة في الدقيقة، وعند السبورت A في حمل قدره أو في رياكشن اف دي قدره 2.15، وعند الحمل بي في فورس اف دي قدرها 2.64. بيقول لي أنا عايز البليتين دول يعيشوا على الأقل 5 سنين لأني هعمل صيانة. I'm going to make a maintenance for the gearbox every 5 years. يبقى هنا هنحلها ازاي؟ هنستدعي اول حاجة المعلومات من المسألة. البلية A قطر 50 الداخلي بتاعها عند الشافت، والاف دي بتاعتها ب 2.15. البلية B قطرها 55 والاف دي B عندها 2.64 كيلو نيوتن، بتلف 1200 لفة كليهما طبعا لان هما الاثنين على نفس العمود، وعايزهم يعيشوا 5 سنين full working time، يعني السنة 365 يوم واليوم 24 ساعة شغال full time. المعادلة بتاعتنا C10 بتساوي اللي احنا عملنا لها اختصار 1.2 في الاف دي في L على 218915 مرفوع الى أس 1 على A. طيب بما ان انا عندي 5 سنين اقدر احسب ال L هي عبارة عن ال سنوات اللي دي بس بالساعات، عشان اخليها بالساعات هضرب السنوات 365 دي بالايام، 24 تديني بالساعات، بعد كده اضربها في ان دي 1200 ده جيفن، في 60 ده الثابت اللي موجود لضبط الوحدات، يطلع لي هذا الرقم الكبير. يبقى هذا الرقم هضعه في البسط مكان ال وعندي في المقام another number، هيبقى انا الريشيو دي اتعرفت اللي هي هتطلع
14405.6 تقريبا مرفوع الاس 1 على ايه ومضروبه في 1.2 في دي. يبقى انا عندي دلوقتي لكل سبورت عندي كام احتمال؟ عندي احتمالين يطلعوا لي رقمين سي 10. لو بول لما عوض عن الاي ب 3 يطلع لي سي 10 برقم ده اللي احنا عملناه هنا في السطر الاولاني. يبقى هحط الاي ب 3 هنا، الاي ب 3 هنا في المكان ده، والاف دي اهي قيمتها معلومه بالكيلو نيوتن، يطلع لي سي 10 بالرقم ده. طيب للبليه بي الاي ب 3 برضو، بس هجيب الاف دي بالرقم ده، تمام، يطلع لي هذا الرقم الجديد. انفذ نفس الكلام على انها رولر، اقتراح انها رولر للسبورت اي او للبليه اي وللبليه بي، فيطلع لي ارقام اخرى مختلفه لان الاي هنا ديفرنت، كانت 3 في البول هنا 10 على 3. طبعا مقام المقام هيبقى بسط، يعني هنا لما اجي اعمل ده في البول هيبقى كانه جذر 3، لان الرقم ده محطوط تحت جذر 3 اللي هي 1 على اس 1 على 3، ولما اجي اعملها للرولر هيبقى كانه مرفوع لاس 3 على 10. ارجو ان ده يكون واضح. طيب انا طلع لي دلوقتي اربع ارقام لكل بليه رقمين، رقم بول ورقم رولر. طيب انا بما ان انا دلوقتي ده اسمه كالكيوليتد سي 10، اروح للجداول واقول للجداول انا عندي عند ادي الجداول، الجدول ده بيديني سي 10 للبول بيرنج لنوعين، ديب جروف وانجولار كونتاكت. يعني اما امشي قدام ال 50 ديت كده، امشي كده 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 كده، الاقي سي 10 هنا قدام 50 ب 35.1 للديب جروف. الديب جروف. ولما اروح للانجولار كونتاكت الاقي 37.7. اروح مستدعي الرقمين دول واخدهم مسجلهم عندي للبليه اللي عند القطر 50. طيب عند القطر 55 عندي اختيارين، 47 عند القطر 55، 43.6 و46.2. يبقى سقف البول بيرنج للقطر 50 37.7 وللقطر 55 46.4 46.2. لو رجعت الاقي البول عندي للاي 62. يبقى الكالكيوليتد 62 ده اكبر من التابيوليتد. ما ينفعش ما ينفعش، لان التابيوليتد ده عباره عن البليه اللي انا هشتريها. يبقى البليه اللي انا هشتريها الكباسيتي بتاعتها، قدرتها على حمل الاحمال، الرقم بتاعها اقل من الرقم اللي انا حسبته علشان تعيش 5 سنين. يبقى ما تنفعش البليه دي، لازم الرقم بتاع السي 10 اللي في الجدول يكون اكبر من او يساوي الرقم اللي انا حسبته للعمر اللي انا عايز اجعل البليه تعيشه معايا على الشافت. يبقى الرقم بتاع فاي 50 الكبير 37.7 والرقم بتاع 55 46.2 للاسف الشديد كلاهما في A وB اكبر منه. يبقى كده البول طلعت اوت، ما تنفعش. طب اروح للتيبل الثاني، هم دول التو تيبلز بس اللي عندي اللي انا هلتزم بانك انت تتعلم. اروح لل 50 اللي عندي اختيارين 45.7 او 88. ارجع تاني اشوف الاقي عندي 45.62 ده للبليه ايه اللي هي الدايمتر بتاع 50. طب ما 45.7 اكبر، يا دوبك اكبر. It is a very good selection. It is a perfect selection. لان ما هدرتش. جبت بليه يا دوبك غطت الخمس سنين. اما اجي اعمل صيانه بعد 5 سنين، 5 سنين بالظبط واشيلها اقول برافو عليا. ما فيش اي عمر هيضيع للبليه دي. هي عاشت 5 سنين بالظبط. يبقى كلما كان الكالكيوليتد قريب من التابيوليتد، شريطة ان يكون التابيوليتد ايه؟ اكبر من الكالكيوليتد سي 10، يبقى انا كده عملت الاوبتيمم، عملت المثالي. طيب هايل، ده بالنسبه للفاي 50 لقيت لها اختيار اللي هو كام؟ 45.7، فيري فيري كلوز تو 45.62.
يبقى 45.7 larger than 45.62 and it is very close. يبقى no waste time. It's completely lives can 5 years and fair game accepted. احط بقى بياناتها رولر سلندريكال 02 سيريز جايبها منين؟ نرجع للجدول 50 اهو قال لي عندك يا 02 يا 03 سلندريكال رولر بيرنج اجي عند ال 50 ادي 45 و7 عند بتاعت 02 سيريز يبقى اسجل المعلومه دي ماشي. طيب ال 55 امشي كده الاقي في 56 و1 وفي 102 هل 56 و1 اكبر من اللي انا حسبته؟ اروح اشوف ال 56 و1 اكبر يا دوبك اكبر لان ده 56.02 يبقى ايضا ال 56.1 اللي هي رولر سلندريكال 02 سيريز it is very good selection accepted larger than 56.02 and it lives a 5 years at least ومش هيبقى في اي تهدير يبقى لغايه كده ده اجابه المساله. ممكن يطلب مني اجيب بعد كده العمر بدقه هيطلع 5 سنين وشويه ايام 5 سنين وشويه شهور واضح من طبعا علشان اجيب العمر بتاع السي 10 كل اللي بعمله بعوض بقى بالسي 10 بقيمتها اللي من الجدول وعوض بالاف دي بقيمتها هي زي ما هي واعتبر ال دي ال دي هي ايه المجهول فيها الرقم ده وطلع الرقم ده واخد بالك بس كده يبقى انما المساله انتهت لغايه هنا. تعال بينا ناخد مثال اخر. كلنا فاكرين الفيرست بالترم اكزام اللي صممنا فيه الشافت نمبر 2. الشافت نمبر 2 لما صممناه وانا دفعت لك الموديل انسر طلع القطر عند السبورت عند البلي ب 50 ملم في الطرفين في الطرفين يعني مختلف عن الحاله السابقه مش 50 و55 لا 50 هنا و50 هنا. وبعدين لما جينا شفنا ردود الافعال لقينا ان انا حسبتها على مستويين AX وAY وBX وBY يبقى السبورت A كان عليه two reactions واحد في مستوى ال XZ واحد في مستوى ال YZ وكذلك للبلية B. يبقى ال F دي تيجي ازاي؟ تيجي بتربيع ده زائد تربيع ده تحت الجذر التربيعي. يبقى ال F دي بتاع A عبارة عن AX تربيع زائد AY تربيع تحت الجذر. ال F دي بتاع B عبارة عن BX تربيع زائد BY تربيع تحت الجذر. لما تعمل الحكاية دي تحصل على الأرقام اللي موجود عندك هنا تضعها بوحدة الكيلو نيوتن زي ما انت شايف عملنا لها تبسيط واختصار ل 3 ديجيتس تبسيط لغاية 3 ديجيتس. بعد لما جبنا قيمة ال FDA السرعة الدورانية معلومة اللي هي عشرة اتنين كان بتقل في لفة في الدقيقة طيب هاي والدائم ده 50 ممتاز. اروح بعد كده اعمل ايه؟ اعمل نفس اللي انا عملته في المرة في المسألة السابقة بس تعال بينا نروح نستدعي قدام ال 50 الاختيارات لأن دلوقتي A و B كلاهما عند نفس الدايمتر فهنستدعي C10 في حالة البول عندي اختيارين 35.1 و 37.7 وعندي للرولر سلندريكال يا 45.7 يا 88 يبقى عندي أربع اختيارات لكل بلية A ليها أربع اختيارات وبي ليها أربع اختيارات يا ترى مين فيهم اللي هيحقق الاختيار المناسب. هو طلب مني هنا إيه؟ قال لي اديني البليتين اللي يعيشوا ثلاث سنين على الأقل ثلاث سنين على الأقل يبقى أنا دلوقتي مطالب إن أنا أحسب إيه؟ أحسب من المعادلة دي ثلاث سنوات 365 فول تايم وركينج 24 في كذا طلع لي الرقم ده احطه في البسط على المقام نفس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. اروح مطلع سي 10 اعوض هنا لبول اطلع سي 10 لبول احط هنا رولر اطلع سي 10 لرولر للبليه A وللبليه B اعمل مقارنه ما بين النتائج اللي طلعت زي المثال الاولاني مع النتائج الموجوده في الجدول
هتحصل على الاجابات ان انا دلوقتي عندي الكالكيوليتد فور بيرنج ايه كانت عباره عن القيم اللي انت شايفها دي اللي هي اف دي، ولما اجي اعوض عنها ادتني سي 10 للبليه ايه بالرقم ده للبول وسي 10 للرولر بالرقم ده وهكذا. اجي اعمل المقارنه لما اجي اقارن ما بين اللي انا حسبته واللي موجود في الجدول هلاقي ان 88 للبليه ايه از 03 سيريز هي المناسبه، وللبليه بي 02 اللي هي 45.7 هي المناسبه. يبقى بهذه الطريقه ايضا قدرنا نختار بليتين. بس هتلاحظ هنا ملاحظه مهمه جدا، ال 88 اللي هي تابيوليتد قريبه نوعا ما من الكالكيوليتد عند البليه ايه، انما البليه بي 45.7 شويه بعيده شويه بعيده. ده معناه ان البليه بي هتهدر لي فلوس شويه. لو عندي مساحه اختيار من كتالوجات اخرى كنت هقدر اجيب رقم قريب قوي من ده، انما نظرا لمحدوديه الاختيارات انا اضطريت ما عنديش قدامي اختيار الا هذا الرقم اللي هو اقرب حاجه للرقم ده واكبر منه فاخترته، وعلى هذا الاساس حدث ما حدث. طبعا المساله دي ممكن تيجي بشكل اخر. ايه هو الشكل الاخر اللي تيجي بيه؟ تيجي بشكل اخر يقول لك لو سمحت هات لي اي عمر للبليتين يكون اقرب ما يكون بعضهم لبعض. يعني البلية ايه والبلية بي ما يهمنيش هيعيشوا سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا مية، المهم الاتنين يعيشوا عمر متقارب، اعمل الصيانة للاتنين مع بعض. في هذه الحالة المفروض انت هتحلها ازاي مسألة زي كده؟ لا، لو جات لك مسألة زي كده المفروض ان انت بتحلها من خلال الارقام الموجودة بالجداول. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هنا عندي اربع ارقام بعوض عنهم هنا واحصل على اربع اعمار هنا، احصل على اربع ايه اعمار للبلية ايه، وايضا عوض بسي تن باربع قيم واحصل على اربع اعمار اللي دي يعني للبلية بي. يبقى عندي جدول اروح راسم جدول، هذا الجدول يبقى فيه اربع قيم عمرية للبلية ايه واربع قيم عمرية للبلية بي، اشوف اقرب رقمين عمريين واروح اعلم عليهم وارجع بالراجع واقول دول بتوع مين؟ دول بتوع البلية الفلانية والبلية العلانية اللي في الجداول، اروح مسجل اساميهم اقول يبقى الاختيار الامثل للعمر هو البلية كذا والبلية كذا من الجداول وهيعيشوا على الاقل كذا من السنوات. ماشي؟ طيب لغاية كده ده اللي انا كنت عايز اقوله. شوية ملاحظات يجب انك تأخذها في الاعتبار. الملاحظة الاولى ان تكون البلية A والبلية B على نفس العمود لهما نفس العمر او اقرب ما يكون من عمر، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، اذا انت ذهبت للبحث في الجداول المحدودة اللي معانا على سي 10 تابيوليتد فاليو تكون اكبر من الكالكيوليتد ولم تجد لا في البول ولا في الرولر عند الديامتر المحدد اللي انت صممت عليه الشافت، في هذه الحاله عندك احد اختيارين. الاختيار الاول ان تزيد من قيمه القطر بتاع العمود، وده اللي كان خلاني قلت لكم ان في ديزاين 2 انا بقترح على الطلبه ان انا اضرب قطر العمود بعد لما جبته من تريسكا وبعدين عملت له الستاندرد اروح ضربه في 1.2 زي ده علشان الاقي اختيارات في الجداول المحدودة عندي الاقي له اختيارات مقبولة. اوكي؟ طيب مش ده الاختيار اللي انا عايزك تتبناه. الاختيار اللي انا عايزك تتبناه انك هتقول والله انا عندي البلية الواحدة لم تصلح، يبقى انا محتاج بليتين علشان اعمل سبورت وفيكسيشن عند النقطة بتاعت A او النقطة بتاعت B، لان C10 تابيوليتد طلعت اصغر، خرجت لي C10 مثلا تابيوليتد كانت ب 37.2 و
وانا عندي 80 مثلا او 60 كالكوليتد 65 مثلا، يبقى انا لما احط 2 من ال 37 يبقى هنا هتقدر انها تشيل وتعيش معايا العمر المستهدف. يبقى ده الاقتراح الاخر. ده شوية الى حد ما يعتبر يعني شرح مضغوط جدا لما اود ان انا اقلعك عليه في كيفية اختيار الانتي فريكشن بيرمز. احب اقول لك ان من الجدول بتقدر تجيب مواصفات البلية، يعني القطر الخارجي بتاعها، العرض بتاعها، الراديوس بتاع الفيلت بتاعها، حتى الشولدر اللي المطلوب انك انت تعمله في العمود مديلك مواصفاته. واذا كنت هتعمل هب يعني هتثبت البلية دي من الاعلى الاوتر رينج بتاعتها مديلك الهب، يبقى معنى كده لو تذكر ان انا قلت لك الكونستراكشن اوف ذا شافت عند الخطوه بتاعه الديزاين بتاع الشافت بنقدر نعرف الاطوال من المراكز فقط والاقطار بالتفصيل. اما مثلا عرض الجزء اللي انا هركب عليه البليه كان مجهول بالنسبه لي، الان اصبح معلوم بمجرد ان انا عرفت ان انا هركب البليه دي، خلاص عرفت دلوقتي ان العرض بتاعي 20. يبقى المسافة من الاندر كات لو حط عليها السناب رينج لغاية الشولدر تبقى بتساوي ايه؟ 20 ملي. ده بختم بهذه المعلومة الهامة يعني محاضرة اليوم، وان شاء الله ربنا يحيينا ونقدر ندرس مع بعض تصميم التروس علشان تبقى عملت الجير بوكس بشكل متكامل وتبقى قدرت تعمل اكيوريت construction for the shaft in based of diameters and lengths. اوكي، وتقدر تعمل بقى working sheet وتقدر تبعته يتصنع بالsurface roughness وكل حاجه لانك انت صممت هذا الشافت بالتفصيل. ارجو ان تكون المحاضره مفيده، ومعاك المحاضره صوت وسلايدز تراجعها وبعدين تروح على الدريل اللي نازل لك مصاحب للمحاضرة لكل طالب على حدة تطبعه تحله ثم ترسله إلى المهندس سلمان على الواتس. بإذن الله تعالى آلية التقييمات كما شرحتها ليكو في الوثيقة 20 درجة على السبعة أسابيع الأولى اللي هي تبقى اللي كان فيها الفيرس بالترم إكزام، وبعدين 25 درجة مع الباشمهندس سلمان غياب وحضور، وهيعمل لكم لقاءات متزامنة وهيجمع منكم الدريل وهيجمع منكم الاستبيانات وهيجمع أي واجبات هتطلب منكم من خلالي وهيقيمها من 25 درجة. أنا بإذن الله تعالى معايا على هذا النسق معايا كام درجة؟ إذا قلنا 20 بتوع السبع بتوع السبع أسابيع، ومعايا بعد كده معايا 55 درجة. خمس درجات هحطهم على الانتر اكشن معايا في الدخول على البلاك بورد وتحميل الملفات، واذا عملت محاضرة متزامنة او محاضرتين اشوف مين اللي حضر ومين ما حضرش، خمس درجات، وخمسين درجة على ما اسميته انا الاختبارات النهائية اللي هي بتقيس مخرجات التعلم اجمالا بتاعه المقرر. هقسمها بحيث ان ما يبقاش في اختبار فيهم يتجاوز ال 30 درجه كما وردت التعليمات، ويكونوا على البلاك بورد، يعني يرفع الاختبار على البلاك بورد وتاتي الاجابه على البلاك بورد. وممكن نستخدم منظومه الشفهي ومنظومه البروجكت ومنظومه التيك هوم اكزام. إن شاء الله سيأتي تفصيل في حينه بإذن الله تعالى. مشكورين موفقين، ودعواتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.